الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيث ما ثنتي سمثين سلام ربي في فلوان سلم حب حلوان يكسيز ديغن ولوان سلام كسيد ربي عز وجل غيف قرب الخير وانت خير وذي نور ربي فرد النار ورجع ربي نث الجنة نثر رحمة إن شاء الله. أيث ما ثنتي سمثين السيين بقينا من الحرمة سلف أحضم قرآن أرضي رزو الشيخ عبد الملك ودفن، مرحبا بك الشيخ. كيس البرد اش وضع أسلمينك اسمي سيريت مثل الشيخ عبد الملك ذا الإمام الجامع تقريت الولاية ذكيت بحول الله تعالى. الشيخ عبد الملك لو كان المقل يقول ربي عز وجل ندير ديت مسلاي فرمطان نص الصيام يقال سيدي ربي عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني يمسلي ربي عز وجل في القيمة يكس عن زندم قال ألا وهي التقوى. الشيخ يعني بالك سقسي غمز بغو أردبينو دشو ذي المعنى نغذزال أن التقوى. بسم الله، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد سلام ربي في اللون وكيث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذي جعل ربي ثغمة إذن قيمة كتغمة رحمة ودرس قرب الإخلاص دوما. التقوى ربنا سبحانه وتعالى غار دي العباديس صرحمينس ذي الحنينس تقوى الله عز وجل باش غيس قرب غار غرس المحبس ذا الرحمس غار دوك خلقيت ماشي المؤمنين كان إن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. حتى باش نقرب غرب بس العبادة غي وشو باش غدنا التقوى. وقل أي الصيام دو ذاك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا التقوى سعى زال مقرط مليح مليح سيد بريدي قوذن غرب سبحانه وتعالى. والتقوى كنا تصفح من كثير من الصحابة غاسما ويدا كثيرا مسلين بعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. كان يدقار مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنك تقوى ذا شوت بعد ما تفهم الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني رب سبحانه غرض المؤمنين إنك اللي كنت المتقين أكني لق الحال. ومن بعد يسفهم هذا المعنى يسكنيك التقوى الله عز وجل أن يطاع فلا يعصى تمزوارث إلى قضية سوي ضوع أسنغ ولا ربي وتنصعصار سبحانه وتعالى. الحاجة السنات أن يذكر فلا ينسى ربي سبحانه إنك يعني بشو أثن مكثي دايما أثي دنس مكثي وتنسويرا ونسويرا ربي سبحانه دايما ما تسفع ذقوخة ما تكش ما تعد الشغل ما تعد السول ما تصدق الشيك تشمك طموبيليك كل جميع الحالين كوكيت خاطر وإلا لعبد ميلو يتسور ربي سبحانه ولا ضرب ربي سبحانه سيستثار وحتيس وعياذا بالله سيسمي الفاسق إذا قال ربي سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والحاجة تسلثة كيعد تفهم عبد الله بن مسعود إنك وأن يشكر ولا يكفر. سبحان الله إلا قديم نشكر ربي سبحانه وتعالى في النعم الظاهرة غادي فيك من بين النعم هي شهر رمضان المبارك وما أكثر أقوال يعني في التقوى لا يسعى المقام. ليك مسليتك الشيخ يمد نظم اللي تقوى الدرجة علي إكس عن الزلم القرآنية المؤمن إلا ويلقى اللي اجتهد مشان الخاص. ذا شيء تمسلك سعوان الشيخ خاصة شهرين رمضان ذا شيء تمسلك سعوان باش العبد ذي بلا الدرجة يكون تقوى إن شاء الله. بارك الله فيك. من بين صوادنا التقوى على كل حال موضوعين تقوى وسع مليح مليح ماشي شما نحاول يعني نختصر على كل حال. من بين رمضان كامل افكي اختي ربي سبحانه باش غزكي وغضفك الشرفين التقوى كيد قال ربي سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. انك فرضات في اللون الصيامية رمضانية انك كنتي تفرضات في الامم عدن كما الامم سيدنا موسى سيدنا عيسى الغير سيد الامم اي واشو انك لعلكم تتقون ماشي كان كي عشوائيا نقيم الشر سطور واسنا غفاد ولكن الميزه اي واشو باشو غني لي من المتقين ان قرب ربي سبحانه وتعالى. وعلى كل حال الى قضيه السنين القيمه التقوى باش هذيك شمار غرس صل اطمئنان وهذه لي الدرجه العلى باذن ربنا سبحانه وتعالى. نعم الشيخ. ايه الشيخ التقوى يمكن لاني مستوى اللي قال بلي غمزو التجاره شغل العبد غير الزون ذي الكوليس التجاره كاين تقوى بلاك خير من الثمره ارديجنو.
عيش الثمرات الشيخ جود الفايدة غادي يجدو العبد أري أري ظفرنا بغيبين تقوى. بارك الله فيك يا قاردي ابن القيم رحمه الله، انك المخيار الشجور شجران التقوى، انك بل انك تعدك شجران انك وهي اكثر من تزدك سبحان الله. والشجره على كل حال تسعى الغله تسعى الفاكهه غير لان قليل تعرض للفاكهه بنين مليح وثوم البنين. من بين الثمرات ثلاث ثمرات قسم العلماء الغلات الدنيث الغلات الاخر باختصار شديد، وزميرة نذكر كويت الغلات هي كويت ولكن ندوي الاهم المهم الحاجه من زوث ذيك دونيث هذه ليون قلماعي ربي سبحانه تسحب ربي سبحانه وتعالى قرض ربي سبحانه وتعالى يخبر باللي يحب المتقين سبحانه وذي مع المتقين سبحانه وتعالى وربي سبحانه وتعالى الصنف ثنوي من أوليائه درجة الولاية كده قال ربي سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أكثر الآية فاشتيب الحاجة تسنت ونسعى عن الهم يسعى عن المشكل يسعى عن الغم يسعى عن كرا الغبنك تعيش ولش لشارستيك سنك كم تقوى الله قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يتقي الله يجعل له مخرجا يعني كدي سفوق الهم إذا سفوق سبحان الله العظيم. ويقال ربنا سبحانه وتعالى دغني كيت من الغلات يقلان دغني كيت يترزق ربي من بغير حساب قال ربي سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب رزقت سراج الصا انسانك ديك سي نهضرت في الرزق المبارك خطر وما حتى العصات بعض العصات سعى نرزق ولكن وسعر الوقت باش نفصل فانشتي ولكن رزق يجي الطفار البنان يجي الطفار لهنا رزق البركة البركة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات كده قال ربي سبحانه وتعالى بركات من السماء والأرض سبحان ربي العظيم. ولهذا دعني كيث من بين ثمرة دعني كيث ثبورت إثد مرضة تفطل دي يجعي ربي سبحانه ليسر ذيك دونيس كده قال ربي سبحانه وتعالى ومن يتق قال ربنا سبحانه وتعالى في آية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قل آية نقال ربي سبحانه وتعالى تكد دعني كيث الفهم يون مثلا أسد فض إسوي اللي هي ثرب سبحانه ويسعى الرأي العالي شحال ديون مثلا سعى شحال الذي خسر شحال مليار الذي خسر ديهن بل كذي خسر صحين ويتوي اللي هرى وتسوي اللي هستلم سيطر ربي سبحانه. ولكن المتقين يسوي اللي هي ثرب سكزد الحكمة وسنيسره لليسرى الآية نظن قرد ربي سبحانه وتعالى إنك قرد يا أيها الذين آمنوا إن بعد ما يذكر إغراض المؤمنين إنك يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ونورا تمشون به غير والمعنى يسر ربي سبحانه كسوي الله وكول له الخير تعيش كثفت من دوني تقبل الاخر لن استمرت الاخر على كل حال ربي سبحانه نجوب بسقلع ثبوزكا قعرصة القيامة هذه اللي نقول ذاك إميك سخفر بالحساب وذي اللي نقول ذاك قاعد دنك الصيراطي كدق ربي سبحانه يقول ربي بلي الصيراطي تدنع الدكويث حتى ولو ذي الأنبياء إليك وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا بعد ما يعدي ذلك حتى الجنة من يمتدها يا رب سبحانه إليك وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما أكثر الآيات على كل حال سبحان الله ويكم الخير اللي تهي ربي عز وجل ويظفرنا به التقوى الشيخ أقلغ قرمطان بالك يعني قسقسينا نقيرو أمشي رد أنظفر به التقوى في هذا الشهر المبارك من يغد الشيخ امشي يعني المؤمن الذفر اريد من التقوى ان شاء الله. بارك الله فيك. على كل حال راه الشهر رمضان ديون لكل ما ديون الشهاده اي الدبلومي التقوى لعلكم تتقون ولا بد هذه حس البنه البنه يتهونا ويتهونا لما نسبش بشو هذه السفره ما نسينا اتسواك نيس هذيك شما المراقبه ربي سبحانه وتعالى خطر التقوى اذا شوت المعنى ينس هدي خدم يوم من الصور ني غزرب يارز دوينك صفقة عن ربي سبحانه ويثي وكن يوم دعوين دايما كتو ذرتيس ماشي كان قرمطان ولكن قرمطان ديرنو دي صار جيوم أكثر ولهذا قرد ربي سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ولهذا نشتري ديك سبيون سلعيلم ديك سبيون يحطري الدروس دي تدود المؤمنين وهكذا باشو أدينا بإذن الله هذه اليوم من المتقين بإذن الله وذلك صار دعاء بإذن ربنا سبحانه آمين. وتعالى آمين بغفق رب الخير انتخاب الشيخ ويجعل ربي من المتقين إن شاء الله. آمين. بارك الله فيك الشيخ مالك
ان شاء الله مازال اضغط زوج كثير من ان شاء الله ان اخذ شاء الله. نور ان شاء الله عز وجل سمسليني يجعل آمين ربي في ميزان الحسنات ان شاء الله. آمين ربي ايت يوفقك. مثلا تسمثين بارك الله فيكم يعني يم يقتسم حسين كثير تنوسان ساغم يا ربي عز وجل اتيليم تسفيدين دل فايدة ثم قرانت كثير ان شاء الله عز وجل اجعل ربي من المتقين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.